عارف انت الفرحة، بس الفرحة اللي مش قوي دي، وفي حبة قلق صغيرين لسه عندك. اهو ده حال المصريين دلوقتي بعد فوز منتخب مصر على السنغال 1-0 بس في القاهرة، بأداء مميز قبل الجون وأداء غريب بعد الجون. وده اللي هنتكلم فيه في حلقة النهاردة، هنتكلم في تحليل مباراة السنغال ومصر، وهنتكلم في كل حاجة عن المنتخب السنغالي والمنتخب المصري وايه اللي نعمله المباراة الجاية، وهنتكلم في كل حاجة في المباراة. طالما حد وصلت لك انزل اعمل لايك، ولو ما شفتني اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان حلقة المنتخب جاية تجيلك انت اول واحد. يلا بينا نخش الحلقة. حطني رقم واحد في الهجاصين. المنتخب المصري النهارده بدأ بنفس التشكيله بتاعه امم افريقيا، ولكن في بعض التغييرات. التغييرتين اللي عملوها النهارده او البدايه او المفاجاه اللي فاجئ بيها السنغال النهارده وفاجئنا احنا كمصريين بيها كارلوس كيرش، هي بدايه عمر جابر كباك رايت وتريزيجيه كوينج ليفت. ده اللي كان متوقع ان تريزيجيه يبدا بعد ما مشي من استون فيلا وراح تركيا، وبدل ما ياخد وقت اكتر في الملعب، فبالتالي تريزيجيه هو الفت، هو الاقوى، هو اللي هيفيدك المباراه دي، لان المباراه دي محتاج فيها خبرات اكتر من محتاج مهاره ولعب. ده اول حاجه، اول حاجة تشكيل. بصراحه انا اول حاجه عملتها رحت على الفيسبوك كتبت عمر جابر لا تعليق، لا تعليق فعلا. وبعد كده نزلت بوست قلت يعني احنا الحمد لله بنينا الثقه في عمر كامل عبد الواحد في بطوله العرب وفي كاس افريقيا عشان نيجي في اهم مباراه ومباراه حاسمه ومصيريه نحط عمر جابر باك رايت. دي حاجه بالنسبه لي قبل المباراه ما كنتش فاهمها. طب ليه عمر جابر؟ مش فاهم. مع ان كمان عمر جابر في الحاله اللي قبل المباراه اللي اتكلمت فيها في قائمه الماتش، ارقام عمر جابر مش كويسه، اداء عمر جابر مع بيراميدز مش كويسه، فبالتالي انت بتلاعب عمر جابر اساسا عن ايه يعني؟ باي منطق؟ بس في المباراه احنا عرفنا انت بدات التشكيل وكلنا كنا راضيين عليه باستثناء لعبه عمر جابر. الناحيه الثانيه السنغال بدا بنفس تشكيل مباراه الفاينل بالظبط، ما غيرش اي لاعب من مباراه الفاينل وبدا بنفس التشكيل. ولكن المفاجاه بالنسبه لي ان مصر عكس الفاينل، الفاينل اللي كنت داخل فيه منهك مرهق مش قادر تشيل الارض، بدنيا مش كويس، كل الكلام ده خلاك تبقى تحت الكوره، خلاك بتدافع من اول مباراه لحد اخر مباراه ال 120 دقيقه واقف في نص ملعب بتدافع بتحاول تلعب على هجمه مرتده، وما عملتش اداء خطوري او خطوره على مرمى السنغال. لكن مباراه النهارده انت بدات المباراه ضاغط ضغط عالي، ودي حاجه كانت كويسه. منتخب مصر ده من اول دقيقه في المباراه انت ضاغط ضغط عالي على المنتخب السنغالي، بيخلي مصطفى محمد يضغط على اثنين قلوب الدفاع سواء عبد الديال او كوليبالي عشان ما يدهمش المساحه ان هم يبداوا الهجمه بشكل كويس. ده اللي كنت بتكلم عليه في حلقه قبل المباراه، ان انت الحاجه اللي انت تخلي المنتخب السنغالي مش عارف يلعب كورته كويسه تضغط على الاثنين قلوب الدفاع، دول اساس المنظومه بتاعت المنتخب السنغالي. وده اللي حصل. انت بمصطفى محمد ومحمد صلاح وتريزيجيه الثلاثي الامامي ابتدوا هم يضغطوا ضغط عالي على حمل الكوره، كوليبالي وعبد الديالو كان بيضغط عليه محمد صلاح كان بيقفل زوايا التمرير سواء على ادريس جناجي او تشيكو كوياتي وساليسو سيس، والناحيه الثانيه تريزيجيه كان بيقفل الممرات اللعب سواء على ادريس جناجي او على بومه صلاح، فبالتالي كنت بتجبر المنتخب السنغالي يلعب كوره طويله كتير، وبالتالي بقيت تستخلص الكوره اسرع وبقت الكوره معاك اسرع وبتحاول تهدد المنتخب السنغالي اسرع. وده اللي كان مميز منتخب مصر لحد الجول. انت كنت بتضغط ضغط عالي، كنت مش لحد الجول، لحد تقريبا اول ربع ساعه او اول ثلث ساعه في المباراه منتخب مصر بيضغط ضغط عالي، بيخلي المنتخب السنغالي مجبر انه يلعب كوره طويله سواء على الجنب من جنبين او على المهاجم بتاعهم الطويل جدا ده دياي تقريبا بولي ديو. فبالتالي انت كنت مميز اول 20 دقيقه، ولكن بعد اول 20 دقيقه انت بدات تتكاسل في حوار الضغط، بدات تتكاسل على قفل الممرات على لعيبه السنغال، فبالتالي شيخ كوياتي ودريسا جانا جاي وكل بالي بقوا يلعبوا كوره براحتهم، فبالتالي ابتدى يهددك، يهدد مرماه، ابتدى يفتح مساحات لنفسه، ابتدى ان ساديو ماني يتحرر ويخرح عليك بكوره خطيره جدا، ولكن الحمد لله ربنا سترها وطلعت فوق العارضه. فبالتالي انت كنت شكلك حلو وانت بتضغط ضغط عالي وبتلعب ببلوك نوعا ما متوسط، مش بلوك مرتفع او بلوك منخفض، لا بلوك متوسط، بتضغط ضغط منظم، ضغط بمنظومه، فبالتالي كنت شكلك كويس. ليه انت كسلت وليه رجعت في نص الملعب بعد اول 20 دقيقه؟ انا حاجه مش فاهمها. اول 20 دقيقه لما رجعت نص ملعبك ابتدى بقى المنتخب السنغالي يغمس يمسك الكوره عليك، ابتدى ممرات اللعب او لعيبه نص الملعب تنزل تستلم راحتها سواء مندي او ادريس جانب ايه او شقياتي او حتى كولوبالي لما كان بيلعب الكوره طويله كان بيلعب بكل اريحيه، لان الضغط اللي كان بيحصل عليه في بدايه المباراه ما بقاش موجود وبقى فيه اريحيه اكتر للمنتخب السنغالي. ده شيء ما كنتش فاهمه لماذا. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي كانت بالنسبه لي مميزه ان عمر جابر لعب الشوط الاول مميز جدا. ما شفتش غلطة من عمر جابر كارثية، ما شفتش أداء اللي هو إيه اللي بتعمله عمر جابر، لا واقف كويس في الدفاع، بيحاول يقفل الجبهة الشمال سواء على ساليسيسيس
او على ساديو ماني, وكمان كان بيساعد معايا محمد النني, وكان بيمين معايا محمد عبد المنعم قبل ما يخرج من المباراه, وان شاء الله يكون سليم ويلحق المباراه بتاع الدكار. بمناسبه ياسر ابراهيم نزل بطلع عمل مباراه عالميه عالميه من وجهه نظري. فبالتالي انت الشوط الاول خرجت من الشوط الاول الحمد لله 20 دقيقه كنت كويس, 25 دقيقه تراجعت نوعا ما شويه بقى في تكاسل, فبالتالي انت كنت متوقع ان الشوط الثاني, انا واحد من الناس كنت قاري المباراه وانا بحاول اتمنى ان احنا ننزل الشوط الثاني نضغط ضغط عالي زي الشوط الاول. الشوط الاول غلطت فريق السنغال وصلت المرمى بكورتين, كوره تقريبا تريزيجيه والكوره الثانيه بتاعت الجول, بتاعت الجول اسيست مع الليبراي السرية بيعجبني فيه روقانه, استلم الكوره في نص الملعب استنى صلاح يقطع في ظهر الدفاع حط تشيب باص زي بتاعت ماتش غينيا بيساو بالظبط, ولكن المره دي كانت من بعيد شويه, تلاقي محمد صلاح مصطفى محمد الحمد لله اللي هو ما لمسهاش, لو كان لمسها كانت بتبقى اوف سايد, تروح لمحمد صلاح, صلاح بيستلم بيحط الكوره, ومندي يعني ابن اللذينة برده خد الكوره ولمست فيه وطلعت في العارضه وردت في ستاليسيس وجت جون 1-0 لمصر اول 3 دقايق, وبيعيد ذكريات مباراه السنغال مباراه الجزائر في 2009, وبسم الله الرحمن الرحيم وان شاء الله مصر تقدر تزود النتيجه عن 1-0. ده اللي كان القرايه, احنا كنا كويسين الشوط الاول. الشوط الثاني انت دخلت المباراه سايب السنغال الكوره, مدي السنغال الكوره قلت لهم خدوا الكوره انا اقف في نص ملعبي هعمل ميديم بلوك, ميديم بلوك ايه؟ هعمل لو بلوك, خليها مش لو بلوك, ميديم بلوك بتقابل من نص ملعبك بتحاول تقفل على مرات الاهلي, ولكن منتخب السنغال بيحضر براحته بيلعب كرات طويله سواء من ادريس اجانب ايه او مندي او حتى كوليبالي, بيلعبوا كرة طويله سواء لبونا صار واسماعيل صار او الناحيه الثانيه سيريسس وساديو ماني باريحيه, وده اللي كان مستر في السن طول المباراه. انت الضغط بتاعك بتاع الشوط الاول ده راح فين؟ ليه ما ضغطتش تاني؟ ليه ما حاولتش تزود النتيجه؟ انا مش عارف. كروش فضل ان انا 1-0 كويس جدا ما يخشش فيا جول وفي دكار يحلها حلال, ممكن في دكار برده سيناريو المباراه في اول اللقاء تخطف جول وتريح نفسك, ولكن لا قدر الله في دكار في اول اللقاء لبست انت جول تعمل ايه؟ دي الفكره. انت هنا في مصر كنت بتدافع تقريبا اخر ربع ساعه في الشوط الثاني في الشوط الاول والشوط الثاني كله واقف في نص ملعبك بتدافع من الكره للسنغال وبتحاول تلعب على الهجمات المرتده, وكمان الغريب من كيروش انه ما غيرش ثلاثي وسط الميدان ما تغيروش, ولا نزل قفشه ولا نزل زيزو, الناس كتير قوي كانت بتقول نزل قفشه او زيزو, والتغييرين اللي عملوا تغيير اضطراري خرج عن منعم ونزل ياسر ابراهيم, والتغيير التاني نزل مرموش بدل مصطفى محمد, وانا متفاهم حته مرموش دي ان يبقى فيه فليكسبيليتي في النمط الهجومي او يبقى فيه تحولات او تغيير في المراكز بين تريزيجيه ومرموش ومحمد صلاح, ده حاجه كويسه, وحتى مرموش لما نزل حرك نوعا ما مصر بقى بيضغط ضغط كويس على حامل الكوره, ما خدهمش يبداوا ان هم يبقوا مرتاحين في بناء الهجمه, ابتدى يحاول حتى يخطف الكوره, خطف كوره وشوط جت في الشبكه من بره, وكوره ثانيه حط جسمه قدام كوليبالي مهم جدا, حط جسمه قدام كوليبالي بلقطه مميزه من مرموش, وكان في دي يلف ويحط الكوره وكوره ثانيه تريزيجيه بكعبه, فمرموش لما نزل نشط الحته الهجوميه, ولكن لولا نزول مرموش ولولا بصراحه تغييرات كيروش كان ممكن مصر تلبس جون في اي وقت, ممكن مصر تلبس جون في اي وقت, ده اللي كان قلقني يلبس جون في اي وقت, وبتمنى بتمنى بتمنى اننا ما نعملش فاولات على حدود منطقه الجزاء في مباراه العوده, خطره جدا, هم مميزين قوي في الكرات الثابته, فانت كنت بتدي لهم اللعبه اللي هم عايزينها, خد كرات ثابته كتير مع حدود منطقه الجزاء روح للجون بكل سهوله, فليه لازم كروش يحافظ اللاعبين ان ما حدش يعمل فاول على حدود منطقه الجزاء, ما حدش يعمل فاول, ما حدش يعمل فاول مستحيل, زي ما عملت في مباراه المغرب كده في كاس الامم وما عملتش فاول تقريبا غير مرتين على حدود منطقه الجزاء, لازم مباراه السنغال في دكار ما تعملش فاولات نهائي على حدود منطقه الجزاء, اضغط تاخد الكوره ما تضغطش حلق وحاول تقفل زوايا التمرير, لكن ما تعملش فاول. منتخب مصر النهارده الحمد لله ان خرجنا 1-0, شباكنا نظيفه ما دخلش فيها اجوان, ده شيء مميز, ولكن مباراه دكار مباراه هتبقى صعبه قوي 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 علينا, تبقى صعبه جدا, تحاول انت تسجل وفي نفس الوقت ما تخش فيك اهداف, وتحاول انت تعمل شغل كويس, وان شاء الله باذن الله كاس العالم يبقى حلفنا ونوصل كاس العالم, لان لازم ربنا يا رب يا رب يعوضنا على كاس امم افريقيا ويصعدنا كاس العالم, اللعيبه دي الرجاله دي وكارلوس كيروش يستاهل فعلا انه يصعد كاس العالم, كارلوس كيروش رجع لك شخصيه, رجع لك هويه, رجع لك كل حاجه, وحاجه قبل ما اقفل الجمهور النهارده, الجمهور في الملعب فعلا شابوه, ده اللي كنا طالبينه, لما الكوره تبقى في رجل المنتخب السنغالي زوم وصفر واضغط, لما الكوره تبقى معانا شجع وحفز لعيبتك, ده اللي كان مطلوب من الجماهير, وشابوه للجمهور المنتخب.
مصر النهارده في الاستاد كانوا حاجه عظم. في الاول وفي الاخر كان شخص واحد رايي انا مبروك مبروك لكل المصريين وخلاص فاضل على الحلو تكه. ده كان رايي في مباراه مصر والسنغال. قول رايك انت في الكومنتس، قول توقعاتك، هل المنتخب المصري خلاص حط رجل في كاس العالم ولا ممكن تحصل مفاجاه او مش مفاجاه ممكن تحصل اللي احنا متوقعينه ان السنغال ترجع في دكار تكسبك 2-0 وتسعى كاس العالم. قول توقعاتك لمباراه العوده في الكومنتس، ممكن اعمل حلقه كمان على مباراه العوده، كل شيء وارد. فلو الحلقه دي عجبتك تنساش تعمل لايك، ولو مش شفتني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان الحلقه تجيلك اول باول. طبعا على السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر وانستغرام سبسكريبشن تحت، ومش على فيسبوك اليوتيوب على تويتر. بكمل مع مصطفى، نشوف الحلقه الجايه. سلام.